زوايا باب بين نارين يتذاكر كويس. حاضر حاضر من عيني. يا نعم يا حاج، شربية بتقول انك عايزين. قالوا لي انك هتاخدي كرامه للدكتور. غلبانه، حاسبها يعني تروح للدكتور لوحدها؟ ومن امتى ينبوع الحنان ده يا شو؟ يا خرشي يا حاجه، اقرب مش عاجب، ابعد تقولي عليا بالرويه. يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها ترضى عني. ماشي يا شو، روحوا بس ما تعوقوش. من عيني. شو؟ نعم. خدي بالك من البيت. خلاص مش قادره، دماغها تنفجر من كتر القرايه. الالم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي؟ تعبانه؟ هروح عند اهلك الدكتور وهخلي الممرضه تجيب لك مسكن. مسكن ايه؟ ده انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت، لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينيمنيش طول الليل. طب استني بس اللي نقفل ده كويس. ليه؟ احتياطات امنيه. وانت ناويه تديني ايه؟ مسكن والله. منى انا مش مرتاحه له. بنتي مسكن والله، بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خد انت كفايه عليكي نص حبايه. بسرعه شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ ترامادول؟ اه. ماليش، مرضيش يريحني. غريبة اللي انا شفت في ايديها، يعني لا دبلة ولا حزنون. وبعدين ازاي خطيبة يا حاج يسيبها في سهرة زي دي؟ خلصت الشاي يا معلم؟ اه، تسلم بيديك. شيليه بالهنا والشفا. انا بقول يعني ازاي خطيبها يسيبها في سهره زي دي تترقص مع كل واحد شويه؟ يا عم اقعد بقى يا عم. بظبط لك الحجر يا حاج. هو شغلك انت؟ اقعد. وادي الحجر. بنت يا سوريا. نعم. ما تيجي يا بنت تظبط الحجر يا بنت. من عيني. بس البنت يا حاج لوز اللوز. ايوه. تفاحه مقشره. هتقولي انا قصدي على فريده، فريده بنت العمروتي. ما انا عارف يا عم انها فريده، فريده بنت العمروتي. عارف البنت دماغها عاليه يا حاج. أيوة. تغيبه قراري. هي عاليه قوي قوي قوي، بس يعني لما انت واد جامد قوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على سنها. مش سهل، صعبه قوي. بنتي دي بسبع ارواح ضربت مني السيجاره وقامت هاتك يا راس لغايه ما هدت حيل امي. انا حاسس ان الراجل ده بيلاعبني، بيرقصني عشان ياخدني مقص على سنه. حلاوتك يا معلمه في جوبي، مش شربيني ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم. مش بقول لك انك هتفضل طول عمرك حمار؟ حمار حمار، سيبني اقوم بقى عشان عندي مصلحه. خليك مرزوع لغايه ما تشوف لنا صرفه. صرفه في ايه يا حاج؟ انت مش قلت انها خارج بيت؟ اه، أنا خايف ليكون بيفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو إيه اللي في بالك يا معلمة؟ ما تيجي يا بنت يا سوريا اظبط الحجر يا بنت. ما هو عندك يا معلم. الله. اه، الحجر عندي صح. اه. سلامة الشوفة يا معلمة. سمعتي ايه؟ انتي على طول كده ملبشه جدتي يا ست مطر، ما لحقتش اسمع حاجه. يوم ولا حاجه ولا طردتيش كلام ولا اي كلمه؟ لا، بس شكلي كده المعلم نوح منمر على حاجه، بس لسه تايهه منه. وسبراء في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحه كان محتيط. حاجه ايدي اللي منمر عليها؟ يكونش ناوي يجوزه بصحيح؟ مش عارفه، بس وانا ماشيه سمعت كلمه مخطوبه، خفت اقف لحد ما انا يشخط فيا. مخطوبه؟ هي مين دي اللي مخطوبة؟ والنبي ما اعرف، هو ده اللي سمعته. امال انت تعرفي ايه؟ قولي قولي يا تكنيله، وانت مالكيش لازمه. كل ده مالكيش لازمه. طيب سيبها تشيك. وناش عرفني وانا مغسل وده من جنه؟ ام
امال ليه قلت لي ان الجوازه الف بعد الشر مش حتن؟ احساسي ماي فيلينج. هتحاسبيني على الفيلينج يا رمانة؟ يا اخويا ما تعيش عيشة اهلك وتتكلم عدل، انا مش فاهمه حاجه. بقول لك ايه، خميس لو عرف ايته حاجه هقول له ان انت اللي غصبتني. مين قال غصب؟ انا قلت غصب؟ هو قال غصب؟ انت قلت غصب. يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غصب، هز الوسط لازم يكون بالكيف، وهي دي عيشة اهلي. مالكش فيه، سيبني في حالي بقى، ابوس ايدك. نفسي اعرف انت عامله حساب لافندينا قوي كده ليه؟ هو يعني ما يعرفش بلاوي الكار وعيلة بالليل، ولا يكونش خدك من على سجاده صلاه وانا ما اعرفش؟ اشربي اشربي يا نجمه. يعني انتوا مش ناويين تجيبوها البر؟ ما احنا كنا على البر، وانت اللي مديت رجلك في قلب الغريق، وانا عملت ايه؟ جيت عايم لحد عندك ومعايا القشايه، لكن انت اتكبرتي ونفسيتك عاليت ورفضت القشايه. ما تورق يا اخويا وتعمل لك قفله. جرى ايه؟ هو الكار ما فيهوش غيري ولا ايه؟ ما انت كبرت صوره صاحبتك وحطيتها على الواجهه، وكل شله يشبهله، طلعنا نبقى من نافوخك. بكيفي مش بكيفك يا برنسيسة. هابي درينك. هابي فالنتاين. دي مشي يا بنت، بلاش تبقي عامله زي الحرامي الاهبل، عيب كده احنا في الشارع، الناس عماله تبص علينا. انت مالك رايحين فين؟ هو انت مش ماشيه معايا؟ امشي ورايا وخلاص. يو يا بنت خايفه من ايه؟ هو انا خطفاكي؟ هو انت مش عايزه تجيبي عيال علشان تربطي الولايه اللي قاعده لك في البيت دي؟ خلاص انا مودياكي الوحده خلاص تقول، هتخليكي تجيبي عيال للصبح. بس لازم تقولي ان شاء الله. إن شاء الله، يلا بينا. نوفل، نوفل. أيوة يا أستاذ، الجورنان والسندوتشات. قول لي، شايف البيت ده؟ آه، ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخل. ما تبطل رغي ورد على قد السؤال. آه، أعرف اللي فيه شقة شقة. طب هات شقة فول وقول لي على اللي فيه شقة شقة. أول ما شفتها طالعة هي ومرات خاله العايقة دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذة وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان أبلغك. أنت متأكد زياد إنها مرات أفندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولاية دي؟ أيوة يا ست ماطرة. مراته ومرات خاله. أيوة، هما الاتنين شكلهم كده ولا مؤاخذة بعافية حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الولاية دي؟ طبعا نجيب قرارها، هي كيميا يعني. انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتومة. عن ايه؟ حنتومة. طب وانتو رنتا؟ ماشي. حنتومة. يا حلوة قوي. ومن ساعتها يا بنتي يا بيسه مش قادره اتلم على نفسي، وما دقتش طعم النوم، مش عارفه اعمل ايه واسوي ايه. انت المره اللي فاتت برضو يا ابله كنت مرعوبه كده، لا افنجينا يعرف، والحمد لله ما حصلش. المره اللي فاتت كوم، والمره دي كوم تاني خالص. الاثنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا ابله انا حاسه ان انت بتهولي الامور، والعمروتي ده ايه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفله. المالت مفيش اوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل اي حاجه. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لافنجينا بدل ما تروحي للمالت يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخه ده؟ استحاله يا بت، خميس ده لو عارف انا ممكن اموت نفسي. اصل انت مش عارفه اللي بيني وبينه، افنجينا ده دنيتي اللي انا متشعلقه بيها وقافشه في ديلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. افتكرته، بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟ انا بقالي ساعه بكلمك عنه. بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي أي جواز بيبقى مشروع.